السلام عليكم ورحمة الله الإخوان والأخوات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم ما كتشوفوا هذا الفيديو، مرحبا بكم على قناة فلوغوتاوي البيتي شانيل. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم طريقتي في تحضير المعقوده، الاكله الشعبيه اللي كيبغيها الكل، اللي كتجي لذيذه ومقرمشه، واللي كيعتمدوها اغلبيه المطاعم اللي مشهوره وعليها الطلب. كيديروا لها واحد الصلصه خطيره اللي ما كتخليهاش تفرتت اثناء القلي كما شفتوا. وغنشارك معكم ايضا طريقه تحضير صلصه الطماطم المرافقه لها. المعقوده ما كتجيش شاربه الزيت نهائيا، كتجي مقرمشه من برا ورطيبه من الداخل. هنا نحل معكم شي وحده باش تشوفوها من الداخل كي كتجي، وسمعوا القرمشه، يا سلام يا سلام. فنصحكم بتجربه هذه الوصفه، واني متاكده غادي تولي معتمده عندكم ان شاء الله. وقبل ما نبداو كنبغي نشكر الاخوات اللي كيثيقوا في الوصفات ديالي وكيجربوهم بعينيهم مغمضين. الحمد لله كنلقى بزاف الاتصالات على المباشر، الواتساب، الفيسبوك، الميسنجر، والله كنفرح بزاف، وهذا الشيء اللي كيعطيني الدعم باش كنبقى نستمر ونحط فيديوهات جداد. فاول حاجه كندوز نسلق البطاطا، درت الماء يغلي، غادي نضيف له القليل من الملح. هنا خديت واحد نصف كيلو ديال البطاطا، خليتهم باحجام متساويه، ضروري باش كيطيبوا قد قد. غسلتهم جيدا من التراب وغادي نديرهم يتسلقوا. من بعد غادي ندوز نحضر الصلصه المرافقه، صلصه الطماطم الرائعه اللي عندنا مشهوره في المطاعم المغربيه، كترافق المشاوي واطباق السمك. غادي نحتاج هنا واحد ربعه ديال الحبات ديال الطماطم اللي طحنتهم بالقشر ديالهم. بالنسبه للعطريه شنو غادي نحتاج؟ واحد الفص ديال الثوم، قليل من الفلفل الاسود، ربع ملعقه صغيره بابريكا، نصف ملعقه صغيره كمون، ملعقه تقريبا من القزبر، وملعقه من المعدنوس. غادي نضيف لهم ربع كوب من الزيت، مخلط زيت المائده وزيت نباتيه. هذه تقريبا الشرموله العاديه اللي كنديروا في مع السمك، الشرموله المغربيه المعتمده، واللي بغى يضيف الهريسه اولا الحار يمكن له يضيفها، انا عندي في الدار ما كيبغيوش الحار، والملح اكيد. وغادي نقصوا النار ونخليو هاد الطماطم تشرب هاد المقادير اللي ضفنا لها. ملي كتبدا الصلصه كتعقد، هانتوما الشوره بدات كتوجد، داك الزويته كتطلع عليها من الوجه ديالها. غادي نضيف واحد القطرات من الخل، واحد المعلقه صغيره تقريبا، هذه هي السر باش كتكسر لنا داك الحموضه وكتعادل لنا الحلاوه اللي موجوده في الطماطم وكتجينا لذيذه. من بعد كنمشي نوجد العجين، يعني الخلطه اللي غادي نديرو فيها هذه المعقوده. هذه غادي نحتاج واحد الكوب ديال الدقيق، دقيق الفورس يكون عامر، غادي نضيف له الملح نصف ملعقه، الكركم حتى هو نصف ملعقه، واحد الملعقه صغيره مملوءه ديال خميره الخبز، من الاحسن تكون يابسه. نخلطوا هاد العناصر، نضيفهم على الدقيق، بسم الله. وغادي نبقاو نضيفوا الماء تدريجيا حتى كنحصلوا على واحد العجين اللي القوام ديالو سميك شويه على الكيك. فكنخدموا هاد العجينه جيدا وما كيبقاولناش الكريات ديال الطحين، حتى كنحصلوا على واحد القوام اللي متجانس. كيف قلت لكم غادي يكون ثقيل شويه على القوام ديال الكيك بهذا الشكل هذا. من بعد غادي نغطيه بواحد الكيس بلاستيكي ونخليه في الثلاجه لحين الاستعمال. من بعد ما طابت البطاطا كنحاولوا نقشروها، ما كنخليوهاش طيب بزاف باش ما كتشربناش الماء وكتجينا فاهيه وتبقى كتفرتت اثناء القلي. فمن بعد ما تجي المرحله اللي مهمه بزاف في المعقوده، في النجاح ديالها، هو اننا نقطعوا البطاطا ونخليوها تبرد على خاطرها فوق شي منديل ورقي كيف شفتوا المفرشه هنايا. اما الا طحناها مباشره فغادي تعجل لينا وما غاديش تعطينا ديك النتيجه اللي كنقلبوا عليها. على الاقل نخليوها واحد ربع ساعه حتى تبرد لينا، ما يبقاش هذا البخار طالع منها. وفي نفس الوقت هذا المنديل الورقي كيتشرب الا كان فيها شي سائل من السلق، الماء الا كان تسرب لها لداخل. والا لاحظتوا هنا درتها في الشبكه باش كتستقطر، يعني شحال ما فقدت الكميه ديال السوائل اللي فيها شحال ما مزيان.
من بعد ما بردت البطاطا تماما غادي نجيب هاد المعاسه باش نطحنها. يمكن لكم ديروها في مولينكس، ولكن من الاحسن نديروها في يعني في معاسه بحال هذه، اولا نطحنوها بالفرشيطه. ولا لاحظتوا هذاك المنديل الورقي هو تشرب لنا السوائل اللي كانت في البطاطا وداك البخار. البطاطا من بعد ما كنطحنوها كنحصلوا على هذا الملمس هذا اللي ناعم تبارك الله، تشهات تاكلها غير هكا. المهم غادي نضيف لها باقي المقادير. هنا الملح على حسب الرغبه، واحد الملعقه صغيره ديال البابريكا، نصف ملعقه كركم، ملعقه صغيره ديال الكمون، فص كبير ديال الثوم اولا اثنين صغار، شويه ديال الهريسه، يمكن لكم تضيفوا اكثر على حسب الرغبه ديالكم، والقليل من الفلفل الاسود اولا البزار. كيعجبني نضيفهم بجوج لان كل واحد والنكهه ديالو كيفاش دايره. شويه ديال المعدنوس وشويه ديال القزبور، المعدنوس يكون اكثر من القزبور لان القزبور كيمرر لنا الشرموله، والمعدنوس كيعطيها واحد النكهه. نخلطوا هاد العناصر، نحاولوا نعجنوها مزيان باش تشرب لنا النكهات. ومن بعد اكيد خصنا نقادو الذوق واش ناقص الملح ولا الحار ولا يعني القزبور والمعدنوس، خصنا نحسو بالقوام متجانس وحتى النكهات. هي لحد الان ناشفه ما شاء الله لان ما خليتهاش تسلق بزاف كيف قلت لكم. من بعد ما قديت لها المذاق لقيت ناقصه شويه ديال الملح فضفته في الاخير. يمكننا دابا في هذه المرحله نديرو يا اما كويرات بيدينا، يعني ناخذ نفس الحجم يكون نكوروها بهذا الشكل هذا ونقدوها تجي بشكل دائري، نحاولوا نقدوا الجوانب ايضا ونحطوها دائما على الورق اللي غادي تنشف فيه باش تزيد تشرب لنا داك الورق يتشرب لنا السوائل اللي فيها. هاد النصائح كاملين كنقولوهم باش ما تفرتتش معنا ملي نكونوا كنقليوها. كنديروا القطع صغار لان ملي غادي نضيفوا لهم الخليط ديال العجين داك العجين فيه الخميره باقي غادي يزيد يتنفخ وغادي تكبر لنا الحبه ديال المعقوده، فمن الاحسن ديروهم من البدايه صغار. وكتبقى عاود على حسب الرغبه، كاين اللي كيبغي القطع كبارين كل واحد كيف ما يمكننا نستعملوا هذه الاله ديال الفلافل. ندير واحد الكيس بلاستيكي هنا باش ما تلصقليش البطاطا. نحاول ناخذ واحد الكميه نحطها هنايا نقادها باش تجيني على شكل دائري. وبهذه الطريقه هذه غادي نحصلوا على ميني معقوده صغيورين وحليلوين. فكتكون هذه هي الكميه اللي كنحصلوا عليها تبارك الله، كذاك نص كيلو شحال كيعطي لنا، يعني يمكن لكم ديروا غير نص المقادير باش تجربوا. وانا اكيد واخا ديروا حتى كيلو راه ما غاديش تبقى لكم، كلشي غادي يحمق عليها. غادي نخليوها ترتاح شحال ما خليناها شحال ما احسن باش ما كتفرتتش اثناء القلي في الزيت، وفي نفس الوقت ما كتشرب لناش واحد النسبه كبيره من الدهون. من بعد كنوجدوا العده فاش غادي نقليو، درت واحد المقيله درت فيها الزيت ما عمرتهاش بزاف، نتوما كتشوفوا شويه يعني اقل من النص، خصها تسخن مزيان عاد نقصوا عليها باش ما تحرقناش المعقوده ديالنا. العجين اللي درناه في الثلاجه هو داك اللي بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا ما شاء الله طالق كيولي خيط واحد. من بعد كناخذوا كل حبه ديال البطاطا كنحاولوا نغطسوها في هذا الخليط هذا ونغمسوها فيه مزيان تشرب يعني من جميع الجوانب، ونتخلصوا من الزائد نستعنوا يعني بفرشه واحده اخرى. وحتى الا بانت لنا شي بلاصه يعني باينه من البطاطا كنحاولوا نخليو فوقها العجين باش تغطى مزيان، ما نحركوهاش نخليوها هكا طيب يعني على هاد الجهه هادي ني نحسوا بها تحمرات عاد نقلبوها. صافي ملي كتحمر من جميع الجوانب كنحيدوها، كنبداو من الحبات الاولى اللي درنا. واخا هكا كنديروا واحد الورق احتياط، وهذه اخر مره كنقليها نتوما اخر حبه. فكيف لاحظتوا كميه العجين كفاتني الخليط ديال البطاطس، والملاحظه الثانيه شوفوا الزيت كيفاش كتبقى نظيفه اثناء القلي، يعني المعقوده ناجحه معنا 100%. ايوا دابا صلصه الطماطم موجوده، المعقوده موجوده، الزيتون موجود، ناقصه غير الهريسه للناس اللي كيبغيو الحار. ونوجدوا شي ساندويتش بخبز الباغيت اللي يكون طريح حتى هو. يا سلام.
كنتمنى فيديو اليوم يكون عجبكم. خليوا لي التعاليق ديالكم، الاراء ديالكم، الى عندكم شي ملاحظات مرحبا والف مرحبا. ما تنساوش تدعموني باللايك وبالبارتاج مع الاصدقاء والاحباب ديالكم كي تعم الفائده. ونقول لكم الى فيديو قادم باذن الله. تهلاو لي فراسكم، مع السلامه.